من تلعت ماي الحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين، هاي القناة مدشهم. نعم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. شو أهمية تحرير تل عثمان؟ والله يا أخوي له أهمية كبيرة الحمد لله رب العالمين. نعم. إنه هذا التل كان قاعدة للجيش، وكان يرصد الضيع كلياته لحتى لآخر إدلب، ريف إدلب الجنوبي. والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين أتم تحريره الحمد لله بفضل الشباب المجاهدين الحمد لله. طيب في عندكم معلومة؟